كان الموت الاسود او الطاعون الاسود وباء عالمي مدمر، واللي ضرب اوروبا واسيا في منتصف القرن ال 13 الميلادي. وصل الطاعون لاوروبا في اكتوبر سنه 1347 لما رست 12 سفينه في البحر الاسود في ميناء ميسينا، وتفاجئت الناس المجتمعه على الارصفه بمفاجاه مروعه. قبل ما نبدا حلقتنا، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ويلا بينا نبدا حلقتنا. بعد ما رست ال 12 سفينه، الناس المجتمعه على الارصفه اتفاجئوا بمشهد مرعب. معظم البحاره اللي على السفن ماتوا، واللي ما زالوا على قيد الحياه بيعانوا من مرض خطير، ومغطيين الدمامل السوداء اللي في جسمهم واللي بتنضح بالدماء والصديد. امرت السلطات الصقليه باخراج اسطول سفن الموت ده من الميناء، لكن فات الاوان. على مدى 5 سنين من الحادثه دي، قتل الطاعون الاسود اكثر من 20 مليون شخص في القاره الاوروبيه، بمعنى تقريبا ثلث سكان القاره في وقتها. وحتى قبل وصول سفن الموت لميناء ميسينا، كان العديد من السكان الاوروبيين سمعوا شائعات عن وباء عظيم كان بيشق طريقه عبر طريق التجاره في الشرق الأدنى والأقصى. وفي أوائل القرن الرابع عشر أصاب المرض الصين والهند وبلاد فارس وسوريا ومصر، ويعتقد أن الطاعون نشأ في آسيا من أكثر من 2000 سنة، ومن المحتمل أنه انتشر عن طريق السفن التجارية، على الرغم أن الأبحاث الأخيرة أشارت إلى أن العامل المسؤول عن الموت الأسود كان موجود في أوروبا من 3000 سنة قبل الميلاد. كانت أعراض المرض في البداية بيحصل انتفاخات في أماكن معينة زي الفخذ أو تحت الإبط، والانتفاخات دي بتكون بحجم تفاحة أو أكبر أو أقل، وبيحصل تسرب الدم والقيح من الانتفاخات. دي. بعدها بيجي مجموعة أعراض زي الحمى والقشعريرة والقيء والإسهال والأوجاع الرهيبة في الجسم، وبعدها الموت مباشرة. وبيهاجم الطاعون الجهاز الليمفاوي، والجهاز الليمفاوي ده عبارة عن شبكة من الأنسجة والأعضاء، واللي بيساعد على تخلص الجسم من السموم والنفايات وغيرها من المواد اللي غير مرغوب فيها. والوظيفة الأساسية للجهاز الليمفاوي هي حمل سائل شفاف بيحتوي على كرات الدم البيضاء لمكافحة العدوى، فبيهاجم الطاعون الجهاز الليمفاوي ويسبب تورم في الأنسجة الليمفاوية، وبتنتشر العدوى للدم وللرئتين. الطاعون الأسود كان معدي وعشوائي بشكل مرعب، كان بينتقل على الأسطح والمواد والملابس وغيرها، ومجرد بس لمس الأسطح أو الملابس أو غيرها بينتقل المرض بشكل مباشر للشخص. وكان المرض فعال بشكل مرعب لدرجة إن حتى الشخص السليم بمجرد ما يتصاب ويدخل على فرشته وينام بيموت بحلول الصباح. واكتشف العلماء إن الطاعون الأسود بينتشر من شخص لآخر عن طريق وسائل نقل كتيرة، أخطرها في الوقت ده كان البراغيث والفيران، لأنهم كانوا بيتصابوا بالعدوى، وبمجرد ما يلدغوا حد بينتقل المرض ليه مباشرة. الافتين دول كانوا موجودين في كل مكان تقريبا في اوروبا في العصور الوسطى، وعلى وجه الخصوص كانوا في المنازل وعلى السفن بكل انواعها، وده هو السبب اللي خلى الطاعون يشق طريقه في المدن الساحليه الاوروبيه مدينه ورا مدينه. بعد فتره قصيره من ضربه سفن الموت في ميسينا، انتشر الموت الاسود في ميناء مارسيليا في فرنسا وميناء تونس في شمال افريقيا، ووصل لروما وفلورنسا، والمدينتين دول تحديدا بيقعوا في وسط شبكه معقده من طرق التجاره. في منتصف 1348 ضرب الموت الاسود باريس وبوردو وليون ولندن. كان تسلسل الاحداث في الوقت ده مرعب بدرجه كبيره، ومحدش عارف ازاي بيتنقل المرض من المصاب للسليم، وما كانش وقتها في وسيله لمنعه او علاجه، واعتمد الاطباء في الوقت ده على تقنيات بدائيه وممارسات خطيره وغير صحيه زي اراقه الدماء ووخز الدم، وخرافات بقى زي حرق الاعشاب الطبيه والاستحمام في ماء الورد وماء الخل وغيرها. وفي الاوقات دي كان في حاله من الرعب بين الناس، الاشخاص الاصحاء كانوا بيحاولوا بكل الطرق تجنب المرضى، والدكاتره رفضوا انهم يقابلوا المرضى من الخوف على نفسهم، ورفض الكهنة أداء الطقوس، وأصحاب المتاجر قفلوا متاجرهم، وهرب كتير من الناس من المدن للريف عشان يتجنبوا الزحمة والعدوى. لكن دول حتى ما قدروش يهربوا من المرض، لأن المرض أصاب الأبقار والأغنام والماعز والخنازير والدجاج وكل الحيوانات، ومات كتير من الأغنام والحيوانات بسبب الموت الأسود. الناس أصابها حالة من اليأس، كانوا بيتخلوا عن أبائهم وإخواتهم وأبنائهم من المرضى علشان ينقذوا نفسهم، ولأن الناس في الوقت ده ما فهمتش بيولوجيا المرض، اعتقدوا إن الموت الأسود كان نوع من الغضب الإلهي، وبالمنطق ده كانت الطريقة الوحيدة للتغلب على المرض هي الفوز بغفران الله وتطهير مجتمعاتهم من الزنادقة وغيرهم من مثير الشغب. وعلى سبيل المثال، تم قتل آلاف من اليهود في عامي 1348 و1349، ووقعت واحدة من أسوأ المذابح اللي تعرض لها اليهود خلال الموت الأسود في ستراسبورج في فبراير سنة 1349، وفي يوم عيد الحب تم حرق 2000 يهودي أحياء، وفي الربيع 3000 يهودي تم ذبحهم في ماينز بعد ما حاولوا يدافعوا عن أنفسهم ضد المسيحيين. الناس في الوقت ده كانت بتتعامل مع بعضها بالرعب وعدم اليقين من المرض، اللي كان بيهاجم جيرانه واللي بيقتل صاحبه، والدنيا قلبت فوضى. وفي اسكتلندا بعد ما اتجنبت الطاعون طول الوقت ده، وفي مارس 1350 حشدت جيشها وكانت بتخطط لغزو ما
لبلد ما، وفي وقت الانتظار على الحدود لعمل الغزو اتصابت القوات بالمرض ومات 5000 شخص قبل الانسحاب، وعاد الجنود لعائلاتهم وتفشى المرض في اسكتلندا ومات تلت سكان اسكتلندا. في سنة 1351 بدأ المرض في التلاشي بشكل كبير بعد ما قتل نص أوروبا، وبفضل جهود الحجر الصحي اتلاشى الطاعون الأسود. كان بيتم احتجاز البحارة على سفنهم من 30 ل40 يوم لحد ما يتأكدوا إنهم غير مصابين بالمرض، حاجة كده زي الحجر الصحي اللي بتتعمل دلوقتي في كورونا، وده اللي ساعد في تلاشي الطاعون الأسود بشكل كبير بعد ما تسبب في وفاة ما بين 25 ل50 مليون شخص، وأدى لمذابح عرقية ودينية كبيرة جدا. فقدت أوروبا حوالي 50% من سكانها بسبب الموت الأسود. انتهى وباء الطاعون لكنه ما انتهاش بشكل كامل، بيظهر كل بضعة أجيال لكنه بيظهر بشكل خفيف جدا. وفقا لمنظمة الصحة العالمية لا يزال في 1000 ل3000 حالة طاعون في السنة، لكن الحمد لله بقى في مضادات وعلاج ليه، وربنا يبعد عنا وعنكم شر الأمراض المؤذية دي. ولحد هنا خلصت حلقتنا، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، شكرا لكم على المشاهدة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية.